القدس عاصمة لإسرائيل بأوامر أمريكية. من لا يملك أعطى لمن لا يستحق. القدس عاصمة لإسرائيل وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أسيرا ذليلا مدنسا تحت أقدام الصهاينة. أنا واحد مستضعف، أنا الصغير في خوتي اسمي فلسطين، أنا اللي الرسول محمد شرفني وصلى فيه، جزرني هو وكامل الأنبياء، أنا فلسطين اللي حررني عمر بن الخطاب من الإمبراطورية الرومانية، عود طحت زجة صالح الدين وحررني وسلكني من المسيحية، أنا أمانة ربوية، أنا فلسطين، خوتي في 21، اليهودي جا استعمرني وداني على خوتي وبعدهم عليا، كانوا رجال حبوني ناس في حرية، ميدوك خوتي العرب برد دمهم ولا وش قاع سامعين بيا، دايما مخبيين وماشي حاسين بيا، يبانوا غير كي الماريكان تقول فلسطين إسرائيلية، اليهودي يقتل في الشعب تاعو والماريكان تعطي لها في الشرعية، دوك كاين غير ولادي اللي بالحجرة يدافعوا عليا، عندي خويا الكبير حامي الحرمين الشريفين، عنده ثروة تاع دراهم يقدر يعاود يبني المنطقة الغزاوية. مي هو يبذل في الدراما على اشياء تافهه باش يرضي الرغبات العائليه. انا ولادي يموتوا كل يوم وهم يحوسوا على التقلاص والرفاهيه. كاين خويا معروف بالرومانسيه من البكري ماشي سامعين بيا، لاتيم بالشطيح والرديح يكرموا الفنانات وسكرانين في الملاهي الليليه. كاين خويا واحد اخر كان شعار القوميه العربيه، بكري كان دائما يدعم فيا، كان حاب يمحي اليهود بالاسلحه النمويه، كان حاكمهم صدام، كان شوق في الحلقه الدوله الامريكيه، وكان ناصر للديانه الاسلاميه. مي هذا خويا خانو قالوا له انت تتبع الدكتاتوريه، هو كلم شم العراقيين مي قتلوه دوك هما اللي محصلين بداعش والطائفيه. خويا بنا اعلى بورت في العالم بالمليارات، شاطرين يشروا لعبات الاف دولارات، بنا في السحاب نطيحات، قادر بثروته يعاوني باسلحه حربيه. نظامي كان معاي ولا دار اشياء ايجابيه، لاتي بناشيونال جيوغرافيك يدير اشرطه على الحيوانات، الحيوان درت له قيمه عاليه عقليه. انا فلسطين شريف عليكم، انتم قيمتكم في الزبل مربيه. خويا في المنطقه الخليجيه من زمان ماشي سامعين بيا، جاب ديال روحو مهموس يدانا نعيش في حريه، تمو يدرب حتى الناقه تاعو في سباق الجمال، تقولش مازالهم في الجاهليه. خويا راح ينظم كاس العالم يدير الفتنه بالخاوه، هو تاني خاين صافي لونطو ما شافش فيا، سمع بلي اليهود دوم مني القدس مي ما شفت منه حتى حركيه، لاتي بالاخبار والمباريات الرياضيه، من داك يتفكرني نحس روحي حيوان، بس كيدير عليا شريط في الجزيره الوثائقيه. عندي خويا كانت في الحضاره الفرعونيه، هاد الوقت كانوا معايا واقفين، حربوا معايا في حرب اكتوبر 73، من بعد هو تاني خاني وقع مع اليهود اتفاقيه، زاد غلق معبر رفح اللي كانت منه جزء مساعدات انسانيه، زاد بنا بينه وبينه حيط على الخطوط الحدوديه، وكي طرمب علنه قال القدس عاصمه اسرائيليه، بان الرئيس تاعهم وقال لي فلسطين لازم تقبل بالدوله الصهيونيه، يا واحد الخاين شفارك رضيت بالذليه، خيانتك راح تبقى بين عينيه، سمعت باللي اجتمعوا السعوديه قطر والامارات، قطر راح يتحدوا ويلقاو لي حل هذه القضيه، كل اجتماع خلاص، سمعت باللي ضربوا داروا مقاطعه اقتصاديه وسياسيه، في الوقت اللي نحتاجكم تتحالفوا، انتوما بيناتكم راكم تتخالفوا، خويا البعيد عليا، جاي في غرب افريقيا، الملك تاعهم قال انا امير المؤمنين، مي ماشي همو امري، وحب ينسان ويتبره مني، ما كانش لي قلبو حار وما كانش لي حب يدافع عليا، كي شعب المملكه حبوا يوقفوا معايا، الملك سكتهم، قالوا ما دخلكمش هذه امور خارجيه، صحيت كي وليت انا دوله برانيه، خويا واحد اخر اسمه الجزائر، صح شعبو حار ويحبني، من قلبو حب يحررني، مي كيفاش تحررني وانت داير الكيراتين، داير مناقش كي نسوي ودنك متقوبين، اليهود عندهم علوم كبيره، مي ما يحلبوكش فيها، باش انت تبقى تتبع، بعتولك باسلام وصرا والمقطعين وتحفيفه تاع القازع، زادوا بعتولك الغبره والكاشيات وانت الجاهل بقى تطبع، البيت ديالهم يخدروك باش تنساني، ونبقى انا وحدي نعاني، كيف تحررني وانت مع اخوك تتقاتل؟ كيف تحررني فيك المتشائم اكثر من المتفائل؟ كيف تخبوا الصح وتقولوا الباطل؟ تقول حنا احفاد بن بولعيد وبن مهيدي، طلع سروالك من بعد احكي على اجدادك، فرنسا تأيد في الماريكا وتلعب كعنصر خافي، وانتم ما كي جا ماكرو عنقتوه بالسلو درتو معاه السلفي، خويا هذا قال لي نو، الجهاد كان بكري، دوك حنا نحلوها بالحوار والدبلوماسيه، كيف تحلها بالحوار واليهودي كل يوم يقتل فيا؟ يا مسؤول تراك تمسخر بيا، انا فلسطين حروني بالسلاح ماشي بلي فوتو دو بروفيل، خوتي اللي حكيت لكم عليهم هما الدول العربيه، باردين ويحبوا الرخص، راهي زادت اسرائيل حقرتني ودات لي القدس، مي ما كانش اللي حرك فيالق حربيه، انا دوك مانيش مسحق شعارات ومظاهرات، راني مسحق رجال اسلحه ورصاشات باش نمحيو اليهود من هاد الدنيا، خلاص الكلام، خوتي خانوني في يد الامريكان واليهود خلاوني، هاد الزوج راه مكلاوني، راح ينحوني كامل ويديروا دوله اسرائيليه، خوتي راه مسكتين ومازالهم نية، يا العرب واش راح تقولوا لصالح الدين في القيامه كيسقسيكم عليا، خنتوني يا خوانا، بعدتوا عليا يوم القيامه نش عند ربي باللي سمحتوا فيا، انا فلسطين ندافع على ارضي للمامات، انا امانه المرحوم ياسر عرفات، انا يوتيوبر مثل الاصوات الجزائريه، احنا مع فلسطين عربيه، فلسطين اسلاميه، فلسطين تبع الشريعه المحمديه، والقدس عاصمه فلسطين الابديه.